وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، حركاتك وسكناتك وذهابك وإيابك ومنعك وعطاؤك وزيارتك وقطيعتك وابتسامتك وعبوسك وكل تصرفاتك في علم الله عز وجل الذي يراك حين تقوم. وحينما تشعر أن الله يراقبك استحييت منه، وهذا شأن الإنسان. الإنسان يستحي من أحد أقربائه الوجهاء إذا كان يراقبه، يجلس أمامه جلسة أديبة، يرتدي أمامه ثيابا محتشمة، يختار الكلمات اللطيفة، يختار الابتسامة الرائعة إذا كان بحضرة إنسان يحترمه. فكيف إذا شعرت أن الله جل جلاله يراقبك؟ لذلك أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. فإذا علمت أن الله يعلم انتهى كل شيء، إذا علمت أن الله يعلم. فهذا حال المراقبة حال أساسي عند المؤمنين، وأحد أسباب استقامتهم شعورهم أن الله معهم. وهذا الحال سماه النبي مرتبة الإحسان أعلى من الإيمان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تصور إنسان يمشي وهو يعلم أن الله معه، وأن الله مطلع على قلبه، مطلع على سريرته، عليم بما يقول، نوايا، صراعاته، بواعثه، أهدافه، كله في علم الله عز وجل. حينما تعلم أن الله يعلم قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله، حينما تعلم أن الله يعلم. لذلك الإنسان حينما يجتهد ويرقى في درجة إيمانية عالية يرتاح. الصراع صعب، الصراع والأخذ والرد، يا ترى أفعل، لا لا أفعل، لا. هذا الصراع ينتهي حينما تشعر أن الله معك. أما قبل أن تعلم أن الله معك النفس أمارة بالسوء، تنشد مرة إلى سلوك أهل الإيمان ومرة إلى سلوك أهل العصيان، صار في صراع. أما إذا شعرت أن الله يعلم، يعني إذا كان إنسان بمحل وبحاجة لمال، هو صانع والمعلم موجود، فتح الدرج، أخذ أما أخذ، ما حيدرى، ما حيعد المصاري، لما بأخذ بقع بمشكلة. هذا الصراع متى ينتهي؟ إذا واقف صاحب المحل، صاحب المحل أمامك واقف، انتهى الصراع كله، انتهت كل المشكلات، انتهى ضغط النفس، انتهت الوسوسة حينما تعلم أن الله يعلم. هذا حال مريح يعينك على أن تستقيم على أمر الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذه هي الآية الأولى. نعم. لذلك يقول أحد الشيوخ عنده مجموعة تلاميذ كان يحب أحدهم حبا جما، فالآخرون حسدوه فاعترضوا على الشيخ في تقريبه لهذا الصغير، فامتحنهم، قال اذبحوا لي دجاجة في مكان لا يراكم فيه أحد. فكل واحد وراء جدار بغرفة ذبحوا دجاجة إلا هذا الغلام الصغير. قال له والله يا سيدي ما في مكان إلا ورأيت أن الله معي فلم أفعل. قال هذا هو الذي ميزه عليكم، هو مع الله ويشعر أن الله معه، فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا شيء جميل جدا. يعني المؤمن يستحي أن يرتكب معصية والله يراه،
والنبي عليه الصلاة والسلام صرف أجيراً اغتسل عرياناً أمام الناس، قال له إنك لا تستحي من الله، خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله، فإني أراك لا تستحي من الله. والإنسان كلما ازداد حياؤه ازدادت حشمته. تلاقي بيت المسلم بيت منضبط، في ثيابك فاضحة متبذلة، الفتيات الشباب كثيرون جدا هم الذين يقومون في البيت بالثياب الداخلية، كثيرون جدا بوقاحة، وأخواته شابات، هو شاب أمام والدته وأمام والده. وفي بيوت والله الذي لا إله إلا هو، ما رأى الأب في كل حياته ابنته إلا بثياب محشومة، إذا دخل عليها يستأذن، ما في أب يشلح أمام أولاده إلا بغرفة خاصة، ولا في أم تخلع ثيابها أمام أولادها إلا بغرفة خاصة. هذا المؤمن الذي يراك حين تقوم. هو الإنسان إذا تيقن من أن الله معه دائما صار إنسان آخر، يحاسب نفسه على الخواطر، لأن كل الخواطر بعلم الله عز وجل. أنت مكشوف، صفحة مفتوحة أمام الله عز وجل. الآية الثانية، وهو معكم أينما كنتم، قالوا هذه معية عامة، أي أن الله سبحانه وتعالى مع كل الناس في كل أحوالهم. أما إذا قلنا إن الله مع المؤمنين هي معية خاصة، معية التوفيق، وهو معكم أينما كنتم معية عامة. الآية الثالثة، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني أحياناً من باب الطرفة بتجي صديقة زوجتك لعندك في الشتاء، غرفة الضيوف ما فيها مدفأة، وأنت عندك مدفأة بغرفة الجلوس، بتقول للزوجة إنه جيبي الضيفة لعنا هون أطفالكم. يا ترى أنت النية أطفالكم لما في شغلة ثانية؟ من يعلم ذلك؟ الله جل جلاله، مكشوف عند الله عز وجل. الكلام منطقي، أطفالكم، ترى أطفالكم هون أطفالهم لما في شيء ثاني، بدك تشوف مين هي صديقتها، شو شكلها مثلا. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا عندك شعور إنه الله كاشفك، تستقيم على أمره وتستحيي منه. يقول سيدنا علي هيك قصة، أنه وصل إلى درجة أنه يقتل كافر، وضع السيف على عنقه ليقطع رأسه، فبزق الكافر بوجهه، قال لماذا أحجمت عن قتله؟ قال كنت أقتله في سبيل الله، فلما بصق بوجهي النية تبدلت، والله شايف أم وقف. في مراقبة دقيقة جدا، والمؤمن مطلوب منه أن يكون كذلك. يعني قصة والله سمعتها ما بعرف إلا دلالة مخيفة. صديق إلي قالوا عمي أو خالي توفي، قال لي غريب، مع أنه أنا من طبيعتي لا أستخدم المنامات إطلاقاً، قالوا قريبة توفي لعلها عمته أو خالته، قال لي رأيتها في الرؤيا في المنام النار تأكل ثيابها وهي تستغيث. خير إن شاء الله، منام مزعج جداً. بعد حين رآها بمنام مشابه، أقسم لي بالله أنه لثماني سنوات من حين لآخر يراها بهذه الحالة، النار تأكل ثيابها. بعد 8 سنوات رآها بحالة طيبة،
هيك وجهها مشرق، لابسه ثياب بيضاء، في عليها ابتسامه، فرح لها فرحا شديدا. قال لها: ما القصة؟ ماذا حدث لك؟ قالت له: الحليبات يا ابني. الحليبات؟ ما الحليبات؟ كان لأولاد زوج ولا أولاد، فالحليب كأس ولدها ممتلئ حليبا، كأس ابن زوجها نصفه حليب ونصفه ماء. من يعلم ذلك؟ الله. هي بالمطبخ، أول كاستين لولدينا، ثاني كاستين لأولاد زوجة، أول كاستين حليب كامل الدسم، ثاني كاستين حليب، نص الكاسة حليب نص مي، بعد ما انضافت الماء مثل بعضه، خذ هي ماما، خذ هي، خذ هي، خذ هي. ما حدا دري، لا زوجة دري ولا أولاد دري أبدا. معست، لكن الله يعلم. ظلم هذا. فإذا الإنسان يعلم أن الله يعلم اختلف حاله من أرض السبب. يعني هذا إذا واحد قلنا له: أنت خطك الهاتفي مراقب، كيف ينضبط في كلامه على التليفون؟ ولا كلمة. ما بيقول فرد تبع التثقيب، بيقول مثقب. فرد ما بيقولها، يخاف يفهموها فهم ثاني أريح. هذا إذا كان إنسان أيقن أنه مراقب، مراقب خطه. نعم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن ربك لبالمرصاد، يرصد عباده واحدا واحدا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الإنسان يدهش، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء مسجل. مرة لي صديق جاءته مخالفة، يعني قال: أنا ما كنت في الطريق. هذه الصورة. قال لي: الصورة مسكتة، مسكتة. صورة سيارته بالتاريخ المعين، بالسرعة المعينة المخالفة، بالمكان المعين، انتهى الأمر. هلأ في طرق بالتحقيق حديثة جدا، ما بيسألوك، يعرضون عليك الفيلم الذي صوروه لك. تفضل احكي. قطعوا أربع أخماس الطريق بالتحقيق، الصورة مسكتة. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء مكتوب. بالعكس، الكتاب مرقوم، والكتاب مرقوم، مرقوم يعني مرقم، كل صفحة لها رقم، مثل دفتر حساب المالية، مرقم ومختوم. ما بتقدر صفحة 13 فيها بيع مليون شقة، ما بتقدر تقول لي بلاها، هي تطلع 11-15 بحاسبوك. دفتر المالية مرقم، وبآخر صفحة بلغت صفحات هذا الدفتر 120 ختم توقيع. فالكتاب مرقوم، كل صفحة لها رقم، والكتاب مرقوم من الرقم، الرقم مع العدد، الرقم الصورة، كل مخالفة مع صورتها. ما كنت فضة. أول ما جابوا جهاز الرادار، الله يصلحهم، التقوا مع سائق أنه أنت كنت في المطار وماشي بسرعة عالية. شو قال السائق؟ بديني، بمحمدي، بالكعبة، ما كنت في المطار أنا. أم فرجوا الصورة وأمسكت، خلوا يحلف بكل مقدساته أنه ما كان بالمطار، فلما فرجوا الصورة سكت. الصورة مسكتة. فالكتاب مرقوم من الرقم، والكتاب مرقوم من الرقم. كتاب أعمالك صفحاته مرقمة، وكل مخالفة مع صورتك.
ملونة أبعاد ثلاثة أرقى شيء هيك ثلاث أبعاد انتهى كل شيء. هذا معنى المراقبة. الآية التي بعدها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين لا يمكن لجهة في الأرض أن تكشفها، لجهة في الأرض. قاعد بغرفتك والدنيا ليل، وقبل أن تنام أطفأت المصباح والنافذة مفتوحة، أنت في ظلام، أنت لا ترى ولكنك ترى. خرجت جارتك على الشرفة ظن ما في حدا، ثياب متبذلة. لو أنك ملأت عينك من محاسنها، من الذي يكشفك في الأرض؟ ولا جهة بالأرض، لكن الله يراك. هذه خائنة الأعين. أنت طبيب عندك مريضة في مكان يؤلمها، نظرت إليه وهذا من حقك، أما اختلست النظر إلى مكان آخر لا يؤلمها، من الذي يكشف هذه النظرة؟ الله جل جلاله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا الدين يا أخو، دين انضباط، أنه جنة عرض السماوات والأرض، جنة إلى أبد الآبدين، ثمن هذا الانضباط. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. واحد أعطاك جواز سفر عشان تجدده، طبعاً هو زوجته المؤمن ما بيفتحه أبداً، لا يرى الصورة. طيب لو بالطريق فتحت شفت مين هي، شو شكل زوجته بالصورة، زوجته. من يعلم هذه النظرة؟ الله عز وجل. صاحب الجواز هل بإمكانه أن يكشف هذه النظرة؟ لا، أعطاك إياه أقول لك إذا ممكن جدد لي في عالجواز صورتك وصورة زوجتك. لو أنه فتح الجواز ونظر إلى صورة الزوجة، هي نظرة خائنة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. أيام إنسان ببيت، يعني بيت مؤله، فيه خزن، فيه دروج، فيه طاولات، يرى أن الله معه ما بيفتحش. والله مرة سكنت في بيت أسبوع، قلت له والله ما بعرف شيء انفتح بهالبيت كله إطلاقا، لا درج ولا أبدا. أيام إنسان موضوع دفتر على الطاولة، لازم ما تنظر بكتاب أخيك إلا بإذنه، لا كان في حسابات معينة، ما لازم تقتحم أسراره إطلاقا. هذا المؤمن، لا تنظر في كتاب أخيك إلا بإذنه. حتى لو على جهاز كمبيوتر عنده برامج معينة، برنامج محاسبة عنده، شوف شو حساباته، افتح له، ما بيجوز. لا تقتحم برامج أخوك إلا بإذنه، لا تقتحم دفتر أخوك إلا بإذنه، لا تقتحم حاجات أخوك في بيته إلا بإذنه. فهي كلها خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، في أشخاص بيحب يعرف كل قضية شو أصله. نعم. حديث الشريف: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت. إذا في فرق بالتقوى بحسب المكان فهذا دليل النفاق. أمام الناس منضبط، وحدك غير منضبط، وأنت بالمملكة بتصلي الصلاة بوقتها في مطاوعة، لأنه خارج المملكة ما بتصلي أبدا. المرأة بالمملكة منضبطة انضباط شديد، تركب الطيارة بتقيم كل شيء، ترجع كأنها ممثلة، هي معناها منافقة. النفاق بقابله الآن ما يسمى بانفصام الشخصية، له شخصيتين، شخصية مع المؤمنين، شخصية مع المنافقين.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الإنسان لما ينحرف يصبح له شخصيتان، شخصية لتحقيق مصالحه مع المؤمنين، شخصية يتملق بها الكفار والمنحرفين. هذا اسمه نفاق أو انفصام شخصية أو ازدواج شخصية. الحديث اتق الله حيثما كنت، في أي مكان عليك أن تتقي الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث الأخير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. يعني أنت يجب أن تخاف من الله فيما بينك وبينه، فإذا خفت من الله فيما بينك وبينه ما أخافك من أحد، يحفظك من أن تخاف من غيره. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في عينك يمتعك الله بها إلى نهاية عمرك، احفظ الله بأذنك اسمع الحق يمتعك الله بها إلى نهاية عمرك، احفظ الله بلسانك يمتعك الله به إلى نهاية عمرك، احفظ الله في أعضائك، احفظ الله في يدك، احفظ الله في رجلك، احفظ الله في كسبك، احفظ الله في إنفاقك، احفظ الله في زوجتك، احفظ الله في أولادك. إن أقمت أمر الله في هذه النقاط متعك الله بصحتك وبأهلك إلى يوم موتك. احفظ الله يحفظك، احفظ أمر الله من أن تضيعه يحفظك من أن تخسر شيئا في الحياة الدنيا. هذا حديث جامع مانع، احفظ الله يحفظك، يعني أن تخاف من الله وحده مستحيل أن يخيفك من غيره، أن تخاف منه وحده. مثلا بائع يخاف الله أن يظلم أي مشتري، يعني فرضا وجد فارة بتنكب الزيت، خاف من الله ما عاد باعها، سواها صابون وحقق 2500 تنكب، بيقدر يبيعها ولا أحد يدري ما فعل، لكنه خاف من الله فيما بينه وبين الله. هذا الإنسان لا يمكن يخاف من موظف ثمين، إنه خاف من الله خلاص، ما دام خفت منه لن يخيفك من غيره. احفظوا يا أخوان الله، إذا خفت منه لن يخيفك من غيره أبدا، غالي عليه الكسر. أما إذا ما خفت منه بصير مثل الطفل الصغير أمام إنسان عادي جدا، أقل من عادي، مثل الطفل بصير أمامه، لأنك ما خفت فيما بينك وبين الله، ما خفت من الله. أخافك من بعض عباده، يعني إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. عبد لعبد لئيم تترجى، تصير مثل الطفل أمامه ما بيرحمك، لأنه أنت من الله ما خفت، وتعاملت الزبائن ما خفت من الله، جرمتم بعتم بضاعة فاسدة بأسعار غير معقولة، إجا الموظف طالع الفرق. أما إذا أنت خفت من الله عز وجل لن يخيفك من أحد غيره، لن يخيفك من أحد غيره. لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.